طب عايز ايه؟ العضله دي من هنا انسرشن هنا سمعني وبعد ايه برد ورا بعض. خلاص بقى ركز بقى خلاص جبت اقعد بقى ولا ركز فيها عشان البرانش نبدأ كان بيرضى لازم عشان نفهم الاندراج هو الاندراج يعني ايه بس الديفلوبمنت بتاع الامبو الجنين بنقسمه لجزئين شنو الاندراج ده اللي احنا سالناه بناخد ايه؟ ازاي بقى الاسبرم هو الحيوان المنوي قابل اوفا والجولفا والاستنقاصات وبعدين ازاي التيشوز بتتكون؟ يعني اقف على مرحله التيشو ده سنه اولى في سنه ثانيه ان شاء الله بناخد سبيشال اندراج بناخد التيشو ده ازاي يتجمع ويعمل اورجن يعني يعني ناخد مهارات ازاي يتكون يعني في سنه اي طالب المهارات شكلها ازاي؟ توم تحت توم تحت الاناتومي شكله عامل كده طبعا انا مش عارف ارسم يعني Yeah.
اللي هو الوعاء الناقل او استبدال تستفرس هيجي للسبيرم هينقل منين؟ لحاجه اسمها الاريثرا اللي هي قناه مجرى الدم وطبعا ده هيروح يشوفه في الاريثرا تشيل له البينس تبي ايجاكيوليت يعني السبيرم هنسمعه في البيسنس هندخله على الابيدرمس ومنه على الفايس ريفرنس ومنه على اليوريثرا قناه مجرى الدم ثم يطلع الهواء على البينس يطلع الهواء كده ده اللي هو ايه؟ المفروض الرئه بتاعتنا كده ما يبقاش عمره ما يحصل انجاب ليه؟ السبيرم ده كائن حي حتى منك ده انت محتاج ياكل اثناء رحلته دي محتاج نيوتريشن ففي عنده ربنا خلق جلانز تطلع سائل اسمه السيمن اللي هو السائل المالي مليان فاكتوز سكر فيعمل ايه؟ السبيرم ياكل عقله بالاضافه السكريشنز دي تطلع من البروستات ومن الابر جلانز هتنزل السبيرم العشر الجعان ده ياكل وبعدين يخرج يبقى ايجاكيوليت ده ان شورت الميل جينيتال سيستم تعالوا بقى نتكلم على ايه؟ على ازاي بقى الاستنس بتاع الحكايه ده نعم؟ حتى عمل ايه؟ طب انت العامل ايه؟ ايه العامل؟ ايه العامل المرة اللي العامل؟ حد من المشاهد على ورد الانسي عامل طب بس انت العامل ايه؟ بس انا مش كده ايه؟ انت
الجيش الامريكس اللي جواه السكريشن بقى ايه؟ جنيتا كانت اسمها اكروسوما كونتيني دايزاينز نيدي فور فيرتلايزيشن. طب طبيعي ايه في الرسم؟ عندي هنا الدور دول الميتوكوندريا اظبطها ايه؟ الميتوكوندريا تبقى تعمل شيء حوالين الميدل بيس هنا. دكتور فاضل السيتوبلازم بصوا على مراحل النسل بص دي الحاله الاولى بص على النسل ايه؟ بدا يتفاعل ايه؟ مش قادر يتفاعل يعني يطلع ايه السبرماتين؟ يطلع له ايه؟ حصل ايه في السيتوبلازم؟ بدا يصير الشيلنج يختفي ما عدا جزء بس صغير منه شايفين فيه ريمنت بقايا السيتوبلازم مغطيه ايه يا ولاد؟ مغطيه الميدل بيس وحته من التيل واتش بارت اوف ذا تيل البرنسل ولا الانت؟ البرنسل يبقى ستراكشر اوف ماتيور ستيرمز ده المختار للناس. هتقول لي ايه؟ ليه يا ولاد؟ عايز اقول الجزء وتقول لي كان اصلا ايه؟ الريد والنت كان اصلا بيريس الاكروزوم الكاب كان اصلا بيريس الميدل بيس والتيل سنتريول بقايا السيتوبلازم تعمل لي شيء يعني شيء كفر او غلاف جدا وقال السيتوبلازم بس انا شايفين كده ماتشور سبيرم الف مبروك. تاني احنا قلنا عمليه تصنيع السبيرم كم مرحله؟ ثلاث مراحل الشطار المرحله الاولى ان انا اصنع سبرماتيك Yes.
Yeah.
ايوه الاوتريك ده ممكن ينزل ليه؟ لان يخش في جوجل النت. انا قلت ان انت ابنوماليتس دي ممكن يبقى في حاجه اللي بيحصل اللي جاب بعدها ممكن ما يحصلش. وممكن تعرف هو قصع صغير بس يخش ما تسالنيش على الدوار يعني ممكن يبقى